الزمالك يعاقب إمام عاشور بعد طرده في مباراة مصر في الكاس ب 200,000 جنيه، غرامة 200,000 جنيه على إمام عاشور. والزمالك قال لك حاجة من الاتنين، العقوبة تشمل حاجة من الاتنين، اللي هي محاولة إمام عاشور إيذاء الخصم بتدخل ملوش أي لازمة، تدخل ملوش أي لازمة، كرة ميتة بعيدة في وسط الملعب، وتدخل عنيف من إمام عاشور. ده السبب الأول للعقوبة. السبب الثاني إنه كاد يكلف الزمالك ما لا يحمد عقباه، خاصة إن شفنا المباراة مشيت الزمالك متأخر لغاية الدقيقة 96 من المباراة، ومن هنا جاءت الغرامة فورية والعقوبة قوية على إمام عاشور. باتشيكو قال لهم جهزوا لي أنجم، أنا ما أقدرش أستغنى عنه، حتى لو عنده شد خفيف أو تقل في العضلة الأمامية، لا جهزهولي، حتى لو مسكنات خلال الأربع أيام القادمين، أنا عايزه في قائمة الماتش. طبعًا إحنا عارفين إن أونجم جاله شد في العضلة الأمامية كده، حس بتقل في العضلة الأمامية وخرج من مباراة مصر، ولكن فعلًا أونجم خلال الفترة الأخيرة بدأ يكون عنصر فعال جدا وعنصر هام جدا في نادي الزمالك، بدأ قوته تزيد، لياقته البدنية، تحركاته داخل الملعب، إيجابيته كمان على المرمى، ده عكس فترته الأولى. فباتشيكو قال لهم أنا ما أقدرش أستغنى عنه، ده الراجل ده كلمة السر في الناحية اليمين مع زيزو. ومن هنا الزمالك عايز برضه أقول النقطة دي كده تذكرتها، طبيب الفريق دكتور محمد أسامة، عايز اوجه، انا لا اعرف الراجل ده ولا شفته ولا كلمته، عايز اوجه له على الهوا كل التحيه. دكتور محمد اسامه طبيب نادي الزمالك، واحد من الناس اللي بتشتغل بصمت، لا تصريحات ولا شو ولا العيال بتوع السوشيال ميديا، ولا اطلع كل يوم في مداخله، ولا انا الجندي المجهول، لا 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 ابدا. تلاقي الاصابه من غير ما يفتح بقه ولا مداخله، بيشتغل على الحاله حتى مدة الاستشفاء أو التأهيل الطبي أو تشخيص الإصابة. فأنا بقول له وياريت يعني اللي يعرف يعني يوصل له التحية دي، مليون تحية لطبيب نادي الزمالك، والله يستحق التكريم. يعني الراجل ده على مدار الفترة اللي فاتت، محمد أسامة، وأتمنى أن أنا أكون بقول اسمه صح، يستحق التكريم والتقدير داخل نادي الزمالك على المجهود الطبي اللي عامله منفرداً. الراجل ده بيعادل جهاز طبي كامل في اي نادي تاني، في اي نادي تاني ثروه، ده لازم الزمالك يحافظ عليه. مسحه كورونا غدا تحسم موقف كهربا من النهائي الافريقي. كابتن محمود الخطيب بيطمن كده على من كابتن سيد عبد الحفيظ المعسكر، اعمله بتاع كهربا، قال له كهربا مفيش اي اعراض، اللاعب مش حاسس